السلام عليكم. بهذا المقطع راح اشرح لكم عن الحدث الجديد اللي نزل. اول شيء قبل لا اي واحد يجي ينزل للتعليقات ويسالني او ايش الحدث ما مفتوح عندي، شلون العب هذا الحدث، الحدث ما هو عندي. شباب، اي حدث يجي باللعبه الا متطلبات على مود تفتحه وتقدر تلعبه. فهنا لاجينا على الحدث، يقول لك عندك 2 متطلبات تكون تخلصن. اول شيء يكون رانكيك فوق 30، ثاني شي يكون انت فاتح البيت يعني او العالم الخاص مالتك مالت البناء ومخلص المهمة هاي، اسمها هاي اسم هاي المهمة اللي عندك وانت تخلصها وراح ينفتح لك الحدث. الحدث تيجي تحاد يعني تحكي ويا هاي الموجودة هنا بنزومة، من تحكي وياها اول مرة تكمل حكي تختار او خيار تطلع ودور ترجع تحكي وياها مرة ثانية، راح تعطيك واللي هن 6 بذور، 6 والبذور تزرعهن بعالم البناء مالتك. تجي تنتقل يعني تدخل العالم البناء مالتك وتروح تزرعهن البذور، هن 6 باليوم، اليوم انطونا 6 بكره يعطونا اكثر اكثر. وهسه راويكم البذور الموجوده، هسه انا زرعت 4 وزرعت بعد 2، شوفوا هنا تجون هنا تختارون وتزرعون نفس الشيء، يعطيك حزمة مالت نوع خاص من الورود. تاخذ من عندك كل وردة تاخذ من عندك جد 9 دقائق، يعني انت تقدر تزرع 4 بعدها ترجع تزرع 2 وراح يصير عندك 6. خلصت مهمتين اليوم، يعني اول ما راح تاخذ اللي طنك ياهن ذني ياهن بذور يطنك ياهن راح يطوك 60 ما خذيت الحدثة. بعد ما تزرع هذن 6 راح يعطوك ايضا 60 من عسى، راح يعطوك هاي 60. وبكره يقول لك انه تزرع كون 18 ورده نا تزرع 30 12، هاي المهمات هذني ينحلن مع الايام، كل يوم يعطوك عدد معين وكون الزرعه. شوفون بعد ما انتظرنا 4 دقائق صار هذن الوردتين كملن من زراعه، خذيتهن اعطوني هسه 60 برايمو جيم غير اللي اعطونيها اول شي. وكل يوم نفس ما قلت يعطونا عدد معين من هذن البذور ولازم نزرعهن بهذا المكان بالعالم البناء الخاص بيك. هذا الحدث بكل بساطة، بقى شغلة واحدة ما شرحتها واللي هي الموجودة هنا. اوكي ننتقل بساعة لها. اخر شي عندنا هاي اللي هنا تخلي بيها تعرض بيها الزهور، منها تختار واحدة من هذني منها تبدي ترتب الورود ملاتك. فصراحة لحد هسه ما فهمت بالضبط شنو فايدتها، ممكن هي مجرد شكل. عندك هنا اكو مهمتين واللي هن هذني يطنك مثلا يقول لك انه خلي ست اب ون ديسك واللي هي اسماء الورود مالتها ريكوست انه اطلب على الاقل مرة واحدة من الورود. وهنا لازم يقول لك على الاقل مرة واحدة اطلب صديقك نوع واحد من الورود، فراح تحصل هذني وهذن نفس ما قلت مجرد يجنك بالزراعة. الحدث بسيط وحلو الصراحة ويه. فلينا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى يعجبكم المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ويه، مع السلامة.